خير طبعا يا اخوان. ثاني يوم بندز موعد مخاليف. انا مخاليف مخاليف كيف مخاليف يعني؟ يعني طير رمى صمايه وصار كبير، يعني فرخ ما ببرك. تمام دزين هاي قطعين اربع حبات، قطعين شخاش الاثنين ومكبي، ايش عملت ثاني؟ موز اسود، موز اسود او بولندي اسود. طبعا من الاصول لانه هاي فراخ لجاري المفروض ما حططش فيه هسه، المفروض ارجع له اياه، ولكن اللي بضل معي شخاش لثلاثه معلم، لا اثنين شخاش لسود اثنين، بسلمه اياهن واللي بضل معي بصيده وراح ارجع له اياه. بس بالاصول يا اخوان، هاي الطاره يا اخوان، ها هاي الطاره، يعني ما بلعبش معك، انا ما بحكي لك، انا بحكي لك اصول. الاصول المفروض اسلمه فراخه، ما استلمهن وعلى حطيت له اياهن وبصيدهن، بيجي باخذهن وعلى عينه وعراس. بس بضلني شادد عشان ارجع له اياه. حلو فراخي يعني يا اخوان، حلو بحمامي انا. بتروح ارجع رجال، بتروح بتخلط بتفك وبترجع، بتخلط بتفك وبترجع، يعني راح تسلموا اياهن. اذا ما سلمتوا اياهن هيلنا معي، هيلنا معي. طبعا يا اخوان في شخشلي واقع، واقع رسمي، في طلع منه طير. طبعا انا مطلع فرخ، فرخ اجربه بلجيكي، هيو معي. والنحاسي يا اخوان ما شاء الله عليهم، هسه انا معي اثنين على فكره، طلع منه طير على فكره، اذا ملاحظ طلع منه طير بس مش عارف شو هو، يعني كان معنا خمسه هسه عن... يمكن البوز الاسود، استناه البولندي الاسود، البولندي الاسود طلع، يعني هسه معنا يهودي وشخاش الاثنين. ارجوكم اياهم يا اخوان، واحنا مش مقطوعين بشيء، هينا. طبعا يا اخوان من الاصول، انا ما بهمنيش حدا ثاني، يعني انا هيني كاشش، وصلوه فراخ وصلوه، ما وصلوه خلص مضطر اوطي واحطط، عرفتوا كيف؟ لانه ممكن ينصادن لو عند واحد ثاني وهيك بقى بكون حاسب الدم. تمام، هينا هاي الشخاش الاثنين، ركز فيهن اذا انك شايف، مش عارف والله مبينات ولا لا، شايفهم يا احمد الشخاش؟ لا بس انا مش شايفهم على الكاميرا. هاي في شخشل اللي راح يطلع، شوفوا في شخشل اللي راح يطلع، في شخشل اللي واقع 100%. هاي شايفين اخوان، ان شاء الله يكون مبينات هيك. هاي شايفين، هاي فيها شخشلي يهودي احمر، شوف الشخشلي هذا. طبعا يا اخوان انا يعني انا بشتغل اصول، حتى لو فرخ وانا وياه صيد بضلني طاحن لحد ما يطلع شيء، على الاقل لانه حرام فرخ، على الاقل انه فرخ. بس هاي احمد بلوح، شايفين اخوان هينا ما فيها، هاي اللويحه محطوطه وامورنا طيبه، بقدر اوطي فيهن وحطت، بقدر. انا امبارح انعمل فيها موقف زي هيك ترى، بس هدول مخاليفي انا بضمنهن، ومطلع معهن فرخين اول مره بدزهن، ديروا بالكم مخاليف اثنين اول مره بدزهن. بس انا واحد من الناس اللي بنصاد، الله معه بريحني من علفه ومن اكله من كل شيء عندي. هاي هيك رجعت سلمته اياه، شايفين؟ بس يا ريت لو الناس تعمل معي زي ما انا بعمل، يا ريت يا ريت. هاي سلمنا اياهن يا اخوان، احنا يا اخوان ما بندورش على صيد ولا شيء، بس بندور انه نشتغل اصول، ولا شو رايك؟ بس يا ريت الناس تشتغل معنا اصول. والله العظيم امبارح انعملت فيا يا اخوان وتحطت بحمامي، وحياة الله يا اخوان تحطت بحمامي يوم ما ضربت البوز امبارح، ضرب بوز اسود اذا بتعرفه. هينا شوف، خلاص يا احمد شيل طارتك، سلمته حمامه، انا هيك سلمته حمامه، شايفين؟ هاي جبته عندي كله على البرمه الحمام هذا، الله يبارك. طبعا انا امبارح مش عارف مين اللي حطت في حماماتي، بس كان عندي احمد يوم ما قال لي حطته بحماماتك، بس حمامات ما حطن، يعني مش عارف مين بالحاره اللي حطت فيهن والله. هينا ما شاء الله عليهن، هينا جايات عندي حمامات الشب صاحبنا، طلع فيها شخاشه فيها يهوديات، الله يبارك للجميع يعني. خليهن، هيا جانا طير، هيها ها هاي طير، شايف احمد؟ هاي كشميري ازرق برادح رادح. جيبي الكشميري، انا بدي كشميري. شوف ما شاء الله، شوف الممشى، والله العظيم اللي شهرين بجوز ماني كاشن موعد ولا بكشنش، بكشن الصبح وبسيبهن وبنزل. شوف 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 شوف، فكت حمامي، فكت وقاطع انا، لا هيك مش قاطع، هيك مش قاطع، راحت معاه، هيك مش قاطع، كشميري راح معاه. اي كشميري، كشميري معه هيك، ولا حبة لنا ولا علينا. هاي شايفين فراخنا اجت، حتى فرخ الكشميري والله العظيم هيو هيك، سلمت حماماته أمور طيبة، الله يبارك. الله يبارك،
طبعا يا اخوان هيك يعني انا بالنسبه لي هيك انه انا ما بدي احطط في فراخه ولا اشي، بدي اوعي له اياهم بسلمه اياهم وخلص. هاي طلعنا هيك احنا ولا قاطعين ولا مقطوعين الحمد لله، طالعين 11 حبه احنا. طبعا عندنا فراخ، هينا فطمنا جديد فراخ الله يبارك، فطمنا الشفر هذا الاحمر الحبكين واللهور، فرخ لهور، هي فرخ لهور ثاني، فرخ الشفر الاسود. احمد شوف اللهور هذا ماله، هيو قاعد ليش قاعد؟ كنت تعبان من الحياه نفسيه، تعبان من الحياه بكون تكون رجله بتجع ولا اشي، اكلنا هوا لو صحيح. اسمع تعال اطلع اطلع شوي شوي، اطلع شوي شوي، حطه على الارض، حطه على الارض جوا يكون مضروبه رجله او اشي، فيش اشي برجله بس ممكن يكون سالمونيلا مفاصل اشي. طلع يا اخوان صلاه النبي صحه، من العلف زاد هذا شايفين علف في السماء. حطه احمد حطه على الارض شوي شوي، خليه يمشي بس اشوفه اذا في شيء برجله ولا ايش. يا رب ما يكون في، والله ما في شيء بس شكله الزلمه حاب يكوع زي قبل الحياه حاب يكوع. اي فراخنا لسه بتلعب يا اخوان. يلا يا اخوان خلينا نطلع ايش. طبعا انا راح احط لكم حلقه صيد تكمله الفيديو هذا تمام، خليكم معنا خلينا نطلع باقي الحمام. وان لف الدنيا وبالاخر حط عندي واحد من الفرارات زاجل، طلعوه زاجل احمر. طبعا هذا لواحد حبيبي انا وياه في بياناتنا حب الصيد، لف الدنيا واخرته حط عندي والله العظيم اخر شيء توقعت انه ينزل عندي. طبعا هذا فرخ يا اخوان بديش اضايقه ابدا، ينزل بكيف فرخ زاجل قايم معه مش حاطط كنا، هذا اذا قدرت امسكه لانه مش حيضل موقعه على العب مش صحيح. تع 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 موقعه على العب ابدا مش صحيح، لو يفوت لجوا شوي ممكن اقدر اجيبه. سبحان الله والله العظيم الاسد الاسد خلاص قلت مش حيحط، لما فتحت الخشش وحبستهن حيفزهن، فز طير الرفص لحق لقيته كمل هيك راح وكسر وحط سبحان الله. تعي 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 يعني صعب اقدر اضربه عب يا اخوان، لانه العب هو واقف على طرف العب اصلا ما بجيبه، لازم يفوت لجوا شوي يعني لو يفوت له خطوتين بضربه، بس هو ممكن ينزل يعني ممكن ينزل وارد انه ينزل. هاي احمد بعت لي، احمد كاشف بيتي هو. تعي 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 احمد، هيني حطت الزاجل تبعه الفرار الاحمر بس مش ماسك عيب. يا ببعت له على الفيسبوك، طبعا اذا بضوي له ضو اذا بتحرك من مكاني حيفز، بس انا الحلو فيه اني واقف عند العب يعني بجيبه بجيبه مش مجيب. تعي 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 بجيبه بجيبه بس خطوتين لجوا او ينزل، اذا نزل يا اخوان وحبس طيري طيري صار. ليش صار طيري؟ لانه خلص ما ضايقته ولا اشي، بتنشره اسبوع زمن على الارض وبتكشه. تعي 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 عبد الله. هذه هي مواصفات الزاجل، حذر جدا بظله لابد بنفس مكانه، عنده استعداد يظله لابد لبكرة الصبح يبيت ويشرب يكمل ممشى، مش بعيد انه ما يبيتش، مش بعيد انه يشرب يعني عادي وارد انه يشرب، خصوصا انه ما فيش ولا طير ظل على الارض ولا طير. تشوف الحمام ضايل شوي يعني بتحبس. تعي انت مش مسكر خشش، ممكن كان بالعجقه مسكته بين الحمام والشغلات هاي. تعي 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 ما بقدر حتى العب ما بيجي، وشو بدي افزز له على الرفص ما في شيء راح يفز. ايش الحظ هذا يعني، يوم ما نزلت والحمام مفتوح خششها يا زلمه. والله يا اخوان ان شاء الله اذا تذكرت اجيب لكم لقطه من على الكاميرا.
تعرف لو واحد يطلع له يهوج عليه يا اخوان انسى بضمن، يعني ممكن يدايقه شوي يمشي للزاوية بضربه هو وطير ثاني عادي، بس ايش بده يطلع له على الرفصة. بجرب من هناك يهوج عليه. هذا انا بعرف انه حامي، انا بعرف انه هذا الكشميري حامي، لو يهوج عليه مشي خطوتين لجوه بضربه ابقى عب، هم الاثنين بضربهم عب. هذا اصلا مش مكروش مش مجرود لسه، الكشميري اخذته كبير وقليل جرد الطين، هو مش مجرود اصلا قاعد بجرد فيه. لو يمشي عليه هوج عليه بعرضك، تهوج عليه هوج عليه ولا يا كلب هوج عليه الله يقرفك يقرفك يدار وجهه. صعب اخوان اجيبه بالعب، صعب جدا، واقف على الطرف صعب جدا، لو يروح يوقف يمشي على الزاوية بس هو حيفز مش حيظل، الطير ما راح يظل، الطير مبين عليه. ترى اخواني كلب ربدته هاي يا زلمة حقها مصاري، لانه واعي الطير، الطير مش هين بس ما عارف انه مش سطح، بس بده يريح ويفز. يلا انزل ان شاء الله تنزل، مش كنت تعرف شو المشكلة اني ما بقدر اصل عنده بالمرة، اذا بمشي يا اخوان حيفز 100% حيفز. بس في امل ينزل على الارض، في امل انه ينزل على الارض. ايوه ايوه اهلا وسهلا فيك في السطح، يوميات تحمي ماكي، نرحب بك دائما يا صاحبي. يلا احبس، انا ما كنتش بفضل اني اضربك اصلا عب، لاني بدي اكشك عندي. بس 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 اخش تحت الخشب لانك انت راح تنهض تخش الخشب. بس 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 اول يوم كشيت في موعد طقعتك بواحد يمكن اثنين الله اعلم. وبلع الغالي بلع الغالي مفكوك اشكاله. هذا يا معلم قايم مش حاطط. بس عشان اعطيك معلومه حقها وصار، والله يا اخوان والله معلومه حقها مصاري، انا يمكن يكون صاحبه اللي ببالي حبيبي انت عيني وراسي، بس معلومه حقها مصاري وتعلم للك وللزمن. الزاجل ما بنشري مكروش. الزاجل ما بنكر ما بنشري مكروش، الزاجل ما بنشري واعي، الزاجل ما بنشري وهو متنشر على سطح ثاني. الزاجل عشان تكشه لازم تفهمه، لانه هذا مش طباشيري ولا نبوي. تحياتي لك. هاي مفكوك اشكاله قايم مش حاط، هذا لو انه فرخ ما بيعمل، لو انه انت جايبه مش مكروش ما بيعمل هيك، لو انك جايبه مش واعي ما بيعمل زي هيك. وفي معلومة ثالثة مش راح احكي لك اياها، خليك انت ايش فكر فيها وتعلم من كيسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نراكم في الايام القادمة باذن الله. السلام عليكم شباب، سعد مساكم يا شباب، طمنونا عنكم. طبعا الاخوان طلعنا لكم اليوم احمد هو اللي بده طعم الجواز. بلى يا رب. يلا يا احمد شو بنعمل اول شيء؟ لا غلط غلط ليه انت صح بنفتح العلم، انا اسف حق حول الله لا حول الله انا اسف. بس اغني لك اغنيه مسمعه. يلا افتح العلب اول شيء كلهن كله كله عشان تعرف قديش الكميه اللي بدك تحطها.
صح؟ عنده صحيح. اللي عنده ولا ما عندوش؟ يلا. كله احسب ابو يوسف بالاخير. يلا يا معلم. بقول لك المثل اللي ببلاش كثر منه. اوعى اوعى ترد عليه، هذا بده يحب يضيعني العلفات. هي لعبت مي احمد يلا. احكي لهم على علف سما. والله يا شباب علف سما بنصحكم فيه. والله بنصحكم فيه، صلاة النبي بعدين. طلع لك الفرخ وصلاة النبي. بزيادة كمان. بس نحن ما بنطعميش غير على السما. نحن بالسطح عندنا هاد. تذكرني بالتحكيم بشكل مضبوط. ماشي، ما بنطعمي غير على السما. انتم مش عارفين. على السما بطلع لك الفرخ صلاة النبي. زي الدجاجة. بس زي الدجاجة. على سما فيش منه غير محل واحد بسحاب كله. تصوره بسحاب كله، ما في غير محل واحد. طبعا يا اخوان بدي احكي لكم شغله بصراحه، واقسم بالله يا اخوان ما حدا بيعرفها، حتى انا انصدمت فيها. والله العظيم يا اخوان ان شاء الله ان شاء الله اذا زبطت الشغله هاي راح اطلع لكم فرخين راح يكونوا ترند الاردن. انا شفت اشي، فاذا صحيح اذا صحيح عن جد عن جد راح يكونوا ترند الاردن. فرخين او فرخ، يا فرخين يا فرخ. يعني اسمع، الطفرات لسه ما جتش زي هيك. اذا طلع اللي انا شفته مظبوط وضلوا مكمل على اللي انا شفته، ان شاء الله اوعدكم بفرخين يعني اللي يتفرج عليهن يقول لك كيف طلعن، اللي يتفرج عليهن ينصدم، اللي يتفرج عليهن يقول لك انا لسه ما شفتش زيهن. ان شاء الله لقدام. بس خلينا ايش مع بعض. ايش يا معلم احمد، خلصت يا معلم؟ ما شاء الله ما شاء الله. طبعا يا اخوان بدي اياكم تتذكروا معي منيح، لاني انا اصلا كنت محضن هام بيض مسويد ومش عارف وين راح، لقيته بيض كشامره فجاه، بيض بواز، وحضنا هام بيض مسويد الحمد لله طلع فرخين. ركزوا معي منيح. وهنا انا كنت ناسي شو محضن، كنت ناسي شو محضن، طلعت ايش محضن. اليوم انتبهت اني محضن مسويد. هاي فرخ مسود كمان طالع، ان شاء الله راح يطلع مستوى محترم باذن الله. تمام، هاي طلعت اني محضن كمان فرخ مسود هام. طيب عشان لما اسالكم لقدام اقول لكم يا اخوان انا شو كنت محضن هان، ركزوا معي منيح. لما اسالكم لقدام اقول لكم انا يا اخوان شو كنت محضن هان، قولوا لي محضن مسويد. هسه انا محضن تحت اللهورات مسويد، وتحت هدول بيض لهورات. تمام، طب ليش ما خليت هدول تحت هدول وهدول تحت هدول؟ انا بقول لكم ليش، لان انا اليوم الظهر نقلت بيض اللهورات وحطيته هان على اساس انه اللهورات يرجع يبيضوا. نزلت تحت لقيت جوز مسويد بيضات، طلعت وحطيتهن تحت اللهورات عشان يحضن البيض. هاي هي الفكره. ايش احمد بدك تحكي لهم بعد ما انت خلصت يعني اللي انت كنت تسويه؟ تنسوش اللايك والاشتراك. وفقع لنا وحده. بستاهل. تحياتنا لعم ابو لي. اذا انت مشاهد هالفيديو لك تحيه وحده. لا يا ابو لي. يلا السلام عليكم.